ما تدخل يلا في الموضوع. ها؟ عايزين ايه؟ في الحقيقة أنا نسيت أعرفك علينا، إحنا الاتنين نبقى رجال أعمال من مومباي. هو اسمه كولفندر تشادا وأنا اسمي بلفندر تشادا، هو أخويا الصغير وأنا أخوه الكبير. أنت عايز تتغدى؟ على فكرة أنا عاملة أكل حلو، هقوم أجيب لك تاكل وادي. لا لا، أنت فهمتي كلامي غلط خالص، أنا مش قصدي عايز أتغدى، اسمنا شادع. ما فهمتش أي حاجة. يعني أنتوا الاتنين بقى من مومباي. وأنا أقدر أساعدكوا إزاي بالظبط؟ في الحقيقة إحنا اللي جايين هنا علشان نساعدك. إحنا جايين هنا عايزين نعمل مطاعم وحدائق عامة وسوق تجاري في الحي وحاجات ترفيهية تانية كتير قوي. إحنا عايزين نعمل كل المشاريع دي هنا. أيوة كلها. طب ما تروحوا تعملوها، إيه اللي معطلكوا؟ اللي معطلنا إننا محتاجين الأول موافقتك. ها؟ بتقول إيه؟ بقول علشان نشتغل إحنا محتاجين موافقة منك الأول. موافقتك. طيب وانتوا ليه محتاجين موافقتي؟ عايزينها علشان انت هتبقي المسؤولة عن المنطقة وماسكاها كلها. بص يا ابني. يا عمي بقولك ايه؟ هما ليه قاعدين يلفوا ويدوروا؟ ليه مش بيدخلوا في الموضوع على طول؟ ما تقولش هما لازم يعملوا كده في الأول. ايه ده؟ يعني انتوا شايفين ان انا اللي هنجح؟ طبعا احنا متأكدين كمان. على فكرة احنا رحنا طلعنا اعلى جبل وقعدنا نتمنى ان انت تفوزي في الانتخابات، لان النجاح مش سهل، وعلشان اللي عملناه ده متأكدين ان انت هتبقي المسؤولة. يا نهار، انا سعيدة جدا بصراحة، انتوا الاتنين طلعتوا فوق قوي. طلعنا فوق فين بس يا هانم؟ انت اكيد قصدك تقولي اننا ذوق، صح ولا ايه؟ الله ينور عليك. انتوا باين عليكوا ناس كويس عشان دعمتوني وتمنتولي اني اكسب في الانتخابات. شكرا. انت عارفة يا هانم، انا شايف ان ست غبية زيك، اقصد ست ذكية زيك، ممكن تخلي المدينة كلها من أجمل المدن، مش كامبور بس، صح ولا إيه؟ أنت كلامك مظبوط جدا، حتى أنا مقتنع بالكلام ده على الآخر. شكرا شكرا. يا فين الهدية بتاعتنا؟ كانت موجودة هنا بجد؟ لقيتها. أي يا راجل، خد اديها الهدية يا هانم. اتفضلي، دي هدية بسيطة. يلا صور. إيه ده؟ مش أنا يا أبي، صورها هي هي. أنا آسف. يلا. شكرا. بص هناك كده واضحكي، خلينا ناخد صورة قريبة منك شوية. لتحت 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 لتحت. طب 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 طب. كويس. هو في ايه هناك؟ ولا حاجة، ده مجرد الهوا في كل مكان. بجد مش معقول. هفتحها عشان انتوا لازم تاكلوا منها. لا لا لا، ده احنا واكلين وشاربين وبطننا مليانة على الآخر. انت بقى افتحيها يعني بعد ما نمشي من هنا. انت عارفة يا هانم، اللي في ايدك ده نوع مختلف من الحلويات. انا قلت اديها فكرة. طعمها كمان مختلف. يلا بينا. يلا بينا. يلا يلا سعيدة. ايه ده؟ يلا لف. يلا يلا خلينا نمشي. يلا حصل. يا نهار، الاتنين دول طلعوا محترمين وكويسين جدا.